شاء الله نتكلم النهارده على اليورترز واليوريثرا. لو بدأنا باليوريتريك ليجر، زي ما احنا عارفين ان في الباست ديكيد السي تي يوروجرافي والام ار يوروجرافي هاف بين تشانلنج الانترافينوس يوروجرافي في الفالويشن اوف يورينري تراكت. لو احنا شفنا هنا عشان نبتدي نقارن الكونفنشنال يوروجرافيك تكنيك اللي هو الانترافينوس يوروجرام بالاذر مودرن كروس سكشنال اللي هي السي تي يوروجرافي والام ار يوروجرافي، هنشوف ان احنا في الغالب بنعمل اللونج فيلم بعد الكيدني ريجون على اساس نشوف بيبقى التارجت بتاعنا ان احنا نشوف الهول لينس اوف ذا يورتر. في حاجات بتساعدنا زي ما احنا عارفين في ان احنا نفيجواليز اليورتر والابر تراكت بصوره افضل. لو شفنا الفيلم ده بدون يورتريك كومبريشن والفيلم ده ويز كومبريشن، فهنلاقي الفرق بتاع الكومبريشن، الافكت بتاع الكومبريشن هنا في الفيلنج، بيتر فيلنج اوف ذا بلفيك اليسال سيستم وفيجواليزيشن اوف ذا ابر يورتر. لما بنريليز الكومبريشن بيبتدي يملا الهول يورتر، نشوفه زي الفيلم في السلايد اللي قبل كده. برضو لما بيكون في جزء مش فيجواليزد زي الاكزامبل هنا في البرون فيو، ده بيساعدنا ان احنا نشوف الهول يورتر. ده كان بيشنت اليورتر مش باين في السوباين بوزيشن على الليفت سايد، وهنا في البرون بان اليورتر بصوره كامله عن بيبقى السبب في البوزيشن، بيبقى الاورينتيشن بين البلفس واليورتر في البرون بوزيشن بيساعد على الفيلنج بتاع اليورتر على العاني يبقى سوباين. الانتجريت بايلوجرافي ده ميثود من الميثودز الثانيه اللي احنا بنشوف بيها اليورتر بعد غير الانترافينوس سيروجرافي، ان احنا بيبقى في كاستر في الكيدني اللي بنقول عليها بيركوتينس نفروستومي كاستر او نفروستومي تيوب، ومن ناحيه منها الكونتراست بحيث يبصفاي البلفس واليورتر، وعشان كده بيتقال عليه انتجريت بايلوجرافي او بايلو يوريتروجرافي. المفروض يعني الاسم الادق ان هو بالبلفس، كلمة بايلو ده هتبقى خاصة بالرينال بلفس واليوريتر هيبقى انتجريت بايلو ريتروجرافي. بحيث بيبقى في اغلب الحالات دي بيبقى فيه اوبستراكشن، واحنا بنأسس اليوريتر لغاية الليفل اوف يوريتريك اوبستراكشن. لو شفنا حاجة تانية بنعملها برضو في الانتجريت بايلوجرافي، ان احنا ممكن نخلي الكونتراست ميديا الكونسنتريشن بتاعه قليل او مور دنس، ده يدينا يحسن الفيزيبيليتي اوف ذا يورتر، زي الحاله هنا اللي فيها نفروستومي تيوب واندر فلوروسكوبي بنشوف الهايدرو يوريترو نفروزس والمالتيبل يوريتريك ستراكشرز بيبانوا هنا افضل من الانيشال فيلم. في الريترو جريد بايلوجرافي بيبقى العكس، بنحقن من اللور اند يوريتر عن طريق يوريترال كاستر، بيبقى فيه سيستوسكوبي وبعدين يوريتريك كاسترايزيشن، ومن اليوريتريك كاستر بنحن على اساس نبصفها اليورتر من الريتروجريد بريتروجريد مانر، فبيبتدي من يبان من تحت الاب لغايه الكيدني، بالذات في الحالات اللي كان قبل كده بيستخدم في الحالات الايه النيوبلاستيك ليجن اللي في اليورتر. لو احنا شاكين في يوروسيليال تيومر زي المثال ده، يوريتريك ليجن بتبان كويس في الريتروجريد بايلوجراف سواء في اليورتر او في الكيدني. احنا بنتكلم مينلي النهارده على اليورتر. ده مثال ان احنا ممكن بنفيجواليز اليورتر، بس طبعا مش من التكنيكس اللي معموله لليورتر اللي هي السيستوجرام او اللوبوجرام. اللوبوجرام في العينين اللي عاملين اليا اللوب بعد الراديكال سيستكتومي بيبقى فيه بلادر سبستيتيوت للبلادر اللي كان فيها تيومر واتعمل لها سيستكتومي، فبيتعمل لوبوجرام على اساس انه بصفاي الاليا اللوب نفسها. لو في ريفلكس يعني هنا بنقول عليها باوشو يوريترال ريفلكس من النيو الريكونستراكتد باوش لليورتر، فممكن اليورتر والكيدني يبانوا من خلال ده. نفس اللي بيحصل لما يكون بنعمل سيستوجرام وفي ريفلكس، فيبتدي اليورتر يبانوا ان دايركت هنا في حالات وجود الريفلكس، لكن اساسا مش بنعملها عشان نبصفها اليورتر، لان من المفروض ان لو ما فيش ريفلكس مش اليورتر مش هيبان. بس انا بتكلم ده الاحتمالات في الايمجنج اللي ممكن بنشوف بيها اليورتر.
لو هنبقى دي فرصة ان احنا نقول شوية على الام ار يوروجرافي والسي تي يوروجرافي كالتكنيكس اللي هي بتشابه الايه الانترافينس يوروجرام. زي ما احنا عارفين الكونسبت بتاع الام ار يوروجرافي ان احنا ناخد يوروجرافيك فيو وزود ريزورتنج تو راديشن اكسبوجر اند ايونيتد كونتراست ميديا. مفيش فيه ايونايزنج راديشن في الام ار وما بنحقنش ايونيتد كونتراست ميديا. بنحقن كونتراست في هنقوله لسه في نوع منهم. في عندنا اتنين مين استراتيجي في الام ار يوروجرافي اللي بنستخدم في الاولانيه الهيفي تيتويتد سيكونسز وده بيبقى بنقول عليه ان انهانسد ستاتيك فلويد ايمج فور دايليتد يورينري تراكت مينلي فور دايليتد يورينري تراكت وبيبقى ده اندبندنت اوف رينال فانكشن. الثاني اللي هو التي 1 ويتد جريدينت ايكو سيكونس ده بيبقى جادولينيوم انهانسد ايمج اوف نون دايليتد اند مايلدلي دايليتد يورينري تراكت. النوع ده بيعتمد زي الانترافينوس يوروجرام على الرينال فانكشن وعشان كده بيتقال عليه اكسكريتوري ام ار يوروجرافي. لو شفنا النوع الاولاني ده بيبقى عباره عن ايه اللي هو الاستاتيك ام ار يوروجرافي ده بيبقى له نوعين برضو. يعني احنا قلنا الام ار يوروجرافي في نوعين واحد تي 2 ويتد واحد تي 1 ويتد. الاستاتيك ام ار يو اللي هو التي 2 التي 2 ويتد له نوعين. نوع بنقول عليه اللي هو 6 سلاب او سنجل سلايس بروجكشن ده بناخد 1 سلايس اب تو 100 ملم يعني اب تو 10 سم الثيكنس بتاع السلايس وعشان كده بتقال عليه 6 سلاب ويبقى في فيري شورت تايم بناخده بيقلو فقط ايه كورونال وساجيتال ايروجرافيك اوفر فيو ومفيش امكانيه ان احنا نعمل اي بوست بروسيسنج ويدينا صورتين بس ساجيتال. النوع الثاني اللي هو بيبقى مالتيبل اوفرلابنج تكنيك ده اللي هو مفروض هناخد تبع السلايس سيكنس سن سلايس سيكنس وبيبقى ده فيه امكانيه ان احنا بعد كده نعمل بوست بروسيسنج من المالتيبل سن سيكشن سلايسز دي. فده هيبقى ده النوع الثاني اللي بالنسبه لنا اللي هو المالتي سلايس ميثود في الام ار يوروجرافي. لما نشوف ده مثال للسنجل شوت او السكس لاب تكنيك. السنجل شوت ده هنا بناخد ده الصوره الكورونا اللي بتطلع ده لحاله فيها ماركت في طفل عنده ماركت هيدرونفروزس وهيدرو يوريترو نفروزس وفي مالتيبل يوريترال كينك ده في السنجل شوت وده الساجيتال ايمج. يعني عندنا واحده كرونال واحده ساجيتال ايمج وما بنقدرش نعمل اي بوست بروسيسنج. زي ما قلنا هنا بيبان ده جزء من البلادر هيرنيتد انتيريور ثرو ديفكت في الانتيريور ابدومينال وول. البيشن ده عنده ايه برومبلي سيندروم. ايوه ده لو شفنا مثال بقى للمالتي سلايس تكنيك اللي هو اللي بنستخدم فيه مالتيبل سيكشنز. هنا ده وان كورونا اللي بنقول عليه سورس ايمج يعني واحد من الايمجز اللي هي بتطلع في التي 2 سين سلايس تكنيك وبنشوف هنا في سيجنال فويد ديفكت في اللور مويتي بتاعت الرايت كيدني والابر مويتي ماركت دايليتد ومعاها دايليتد يوريتر وده انذر سورس ايمج. ومن السورس ايمجز دي بنعمل الماكسيمم انتنسيتي بروجكشن اللي هو بيدي صوره مجمعه للام ار يوروجرافي كله. يبقى ده النوع الثاني اللي هو بيبقى مالتي سلايس تكنيك. ما احنا هنقول ايه الفروق يعني. لا في فروق فيها يعني هو في فروق في التكنيك نفسه ان الاولاني فيري شورت والتاني بياخد وقت اطول. فهو لو هما الاثنين زي بعض كنا هنعمل الفيري شورت بس على طول ونستفيد من الوقت. لا هو في ميزات هنقدر نعرفها من ان انا ليه ما استعملش السنجل شوت بس او السكس لاب بس من غير النوع التاني لان النوع التاني هو الافضل. لا مش قصدي حضرتك، انا قصدي مفيش فرق ما بين الصوره اللي حصلت. هو مفيش فرق في المورفولوجي بس بيبقى في فرق في الدياجنوز. ان انا ادياجنوز حاجه انا ممكن اقول في الاخر دياجنوز ان فيها هادنوفروز بس في حاجه تبقى جوه
السيستم او في الكدني هتبقى ميزد مني في في السكس لاب. هنقول امثله ليه ان هي ممكن، ده مثال لبرضه سورس ايمج العيان عنده بايلاترال ميجا يورتر ماركت يوريترال دايلاتيشن وماركت يوريترال كينجز، وده السنجل شوت الماكسيمم انتنسيتي بروجكشن ايمج، ده الايمج اللي هي متجمعه المالتيبل سلايسز اللي ده واحد منهم، يبقى ده الميب ايمج للحاله كلها. طيب ايه الفروق او ايه الميزه؟ هنقولها بعد شويه، هنشوف امثله للاستاتيك ستاتيك ام ار يوروجرافي وايه الاضافه اللي ممكن تديه عن الانترافينوس يوروجرام. ده حاله فيها اي فيو العيان عنده ماركت بايلاترال هيدرونفروزس واليورترز هنا فنتلي اوباسيفايد. فده طبعا عشان الرينال فانكشن نتيجه البلاتر هايدو نفروز ده بيبقى الاكسكريشن ديلايد للكونتراست، فما نقدرش نشوف اليورترز حتى بعد مالتيبل ديلايد فيل. لو شفنا الكورسبوندنج ام ار يوروجرافي الاستاتيك ام ار يو بتاع نفس البيشنت هنلاقي ان اليورترز كله اوباسيفايد والبلادر وفي بلادر دايفرتيكولم، يعني احنا هنا قادرين نشوف المورفولوجي بتاع البوست كيدنيز حتى بصرف النظر عن الفانكشن بتاعتها. يبقى ده مثال لما الفانكشن بتبقى اوحش في الاي في يو، بمعنى ان لو ما فيش اكسكريشن اوف كونتراست خالص زي الحاله دي، فيش كونتراست اكسكريتد على الرايت سايد نتيجه الاوبستراكتنج ستون هنا اللي هي في الكورس بتاع اللامبر يورتر والليفت كيدني نورمال، هنا مع الامبيرمنت الاكتر ده بيبقى ميزه الام ار يوروجرافي الاستاتيك اكتر، ان انا اقدر اشوف النون سكريتنج كيدني المورفولوجي بتاعها والدايليتد يورتر اب للسيجنال فويد ستون اللي عليها الارو. طيب وممكن لما بلاقي في الاستاتيك ام ار يو اوبستراكشن باخد كونفنشنال اكزيال كات على الليفل بتاع الاوبستراكشن عشان ااكد ان ده ستون او ان دي ماس او سوفت تيشو او ما شابه. فهنا بناخد كات هنا بيدينا هنا السيجنال فويد ستون اللي في اليورتر مع اليورتر اللي في الناحيه الثانيه. طيب النوع الثاني اللي هو الاكسكريتوري ام ار يوروجرافي، ده بنحقن في دايوريتيك لو دوز فيروسيمايد وبعدين فولود بجادولينيوم اللي هو الكونتراست اللي بيبقى انجكتد بعد الدايوريتيك، وبعد كده بستخدم السيكونس اللي هو تي 1 ويتد 3 دي جريدينت ايكو سيكونس. ده مثال للاكسكريتوري ام ار يو، ده زي ده بيميتيت الانترافينوس يوروجرام بالظبط. وبقى هنا الفيجواليزيشن السيجنالز العاليه الهاي سيجنالز دي نتيجه الجادولينيوم اللي اكسكريتد جوه وهو نفس البلس سيكونس اللي بنستخدمها في الاكسكريتوري ام ار يوروجرافي هي اللي بنستخدمها في الام ار انجيوجرافي في الام ار اي، هي نفس البلس سيكونس. هو حتى اكتشاف الاكسكريتوري ام ار يو جه كده ان عيان بيعمل كونتراست انهانسد ابدومينال ام ار انجيوجرافي، فبعد يعني مثلا بيتاخد ارتيريال وبعدين فينوس وبعدين يعني بيتعادل ام ار اي كذا مره، ففي الصور اللي بعد مينتس مثلا بعد 3 مينتس بدا يبان الكيدنيز واليورتر، فبان ان ده ممكن نفس السيكونس لما نعمله ديلايد بعد حقن الكونتراست مش في الارتيريال فيز يدينا اليوروجرام ده يعني نقدر ناسس ده امثله برضو للكونجينيتال انوماليز اللي ممكن بنشوفها في الاي في يو. ده كروسد اكتوبيا للليفت كيدني، يعني كروسد اكتوبيك ليفت كيدني في الرايت سايد، وهنا الجزء من الليفت يورتر في مكانه الكورس الطبيعي، يبقى ده بياكد ان هي كروسد اكتوبيا على الناحيه من الليفت سايد للرايت سايد، بدليل ان الليفت يورتر في الكورس بتاعه الطبيعي اللي هو اللور بارت بتاعه. ده الكورسبوندنج اكسكريتوري ام ار يو برضه مبينه الليفت يورتر والفيوجن اللي بين الكروس دكتوب الكيدني والكيدني في الرايت اللي هي في نفس السايت. في الحالات برضو العيانين اللي عندهم هيماتوريا وممكن بيبقى السي تي يوروجرافي زي ما هنشوف بعد كده بيبقى الايمجنج موداليتي اوف تشويز. لو في سبب ان انا ما اقدرش اعمل سي تي بيبقى الام ار يوروجرافي الاكسكريتوري بديل للسي تي يوروجرافي. هنا بنشوف ان في برضو امبيوتيشن او نون فيجواليزيشن اوف ذا ابر كيليكس، وفي انهانسنج ليجن في البلادر عند اليوريترو فيزيكال جانكشن. هنا باينه في الاكسكريتوري ام ار يو الليجن دي، يعني ده يوريتريك تيومر ومعاه ابر كاليسيال تيوم، ده في حالات اليوريسيليال تيوم.
زي يعني بيبقى في اسوشيشن في بعض حالات، زي ما قلنا لما بيبقى عيان بريزنتد الاول بابر تراكت تيومر بيبقى مهم ان انا اشوف البلادر اعمل لها ايفالويشن عشان نسبه اب تو 50% ممكن يبقى اسوشيتد ببلادر ليجن. الاقل بيبقى لو هو بريزنتد ببلادر تيومر بيبقى 5% مع ابر تراكت. الرول بتاعت الفيروسوميد ايه؟ ان انا لو ما عمل لو ما حقنتش لازكس في الحالات دي هيبقى في مشكله في الدايجنوزس، لان هنا بيعمل ديستنشن للورينري تراكت وبيدايليوت الاكسكريتد جادولينيوم وبيعمل ديستريبيوشن لليونيفورم ديستريبيوشن للكونتراست ميديا. طب لو هو مش دايليوتد وما عملش الحكايه ده هيحصل ايه؟ هيبقى في حتت فيها كونسنتريتد جادولينيوم اعلى من المفروض. الكونسنتريتد فيري هاي كونسنتريشن او ذا جادولينيوم ده بيدي حاجه اسمها تي 2 ستار افكت، فيعمل ارتفاكت. الارتفاكت دي تدي حاجات كانها سيجنال فويد ارتفاكت، يبقى يبان كان في ستونز او في فيزلز او في حاجه وهي مش موجوده، ده نتيجه الارتفاكت. يبقى ده السبب ان ده مهم او اتز ا ماست ان انا احقن في التكنيك ده اللي هو التي 1 ويتد الاكسكريتوري ام ار يوروجرافي، احقن في دايوريتيك مع دايوريتيك. التي 1 ام ار يو ده بوتنشال كلينيكال الترناتيف للانترافينوس يوروجرام والسي تي يوروجرافي، يعني دول الثلاثه تكنيكس اللي هم فيهم اكسكريشن لكونتراست. الام ار بيختلف ان هو في جادولينيوم الكونتراست ميديا. في الانترافينوس يوروجرافي والسي تي يوروجرافي ده نفس الكونتراست اللي بنستخدمه اللي هو الايدونيتد كونتراست ميديا، وبيبقى نفس الايه النوع الاكسبوجر هنا بيبقى الايونايزنج راديشن في الاثنين، يعني الاثنين فيهم ايونايزنج راديشن وفيهم ايدونيتد كونتراست ميديا. هنا بيختلف ان ده جادولينيوم وانه ما فيش ايونايزنج راديشن. الانديكيشن بقى للام ار يوروجرافي ان هي في الرينال ايمجنج اوف رينال كولكتنج سيستم واليورترس والبلادر، لو ان الايدونيتد كونتراست is contraindicated or ill advised في بعض patients، او الionizing radiation is to be avoided، او الالتراساوند is not sufficient. في الام ار يوروجراف indication well established indication زي الكونجينيتال انوميلس اللي هي بتحتاج لونج تيرم فولو اب، بدل ما اعرض العيان كل شويه الionizing radiation بالذات اللي هيبقى بادئ من هو في البيدياتريك ايج او في اليانج ادلت ايج. البريجننسي في بوردر لاين انديكيشن، العيان عنده اكيوت فلانك بين ده بيبقى السي تي الافضل فيه، العيان اللي عنده ماتوريا سي تي افضل فيه حسب السيتويشن بقى والافيلابيلتي والاكسبيرينس للموداليتي. لو خدنا امثله سريعه للكونجينيتال انوملي، ده السي تي ده الانترافينوس يوروجرافي وده الاكزيال ام ار ايمج وهنا الاكسكريتوري ام ار يوروجرافي. العيان عنده هورشو كيدني وبايلاترال اندو كومبليت دوبليكيشن، طبعا بيبان هنا الساينز اوف هورشو كيدني بس عشان السيستم على ليفت سايد دايليتد فانا مش قادر اكد، فبيبان هنا طبعا ان في فيوجن للبوس كيدنيز اوفر الاورتا والاي في سي، وهنا السيستم الليفت دايليتد ده في انكومبليت دوبليكيشن وفي فيوجن لليورتر هنا بوان يورتر، وهنا برضو في زي بيفيت بلفس او انكمبليت دوبليكيشن وان يورتر في الرايت سايد اللي هو الكاليبر بتاعه نورمال والليفت هو اللي دايليتد. احنا لو شفنا الاي فيو وهنا نورمال كاليبر يورتر والاكسكريتوري ام ار يو تلاحظ ان ده تحس ان هو دايليتد شويه عن الاي فيو. ليه؟ لان مع ده الافكت بتاع الدايوريتك بتاع اللازكس، يعني يدي ممكن فولنس للنورمال سيستم والنورمال يورتر شويه. في الكيدني ده مثال لكيدني ترانسبلانت ريسيبيانت، في ميل كيدني ترانسبلانت ريسيبيانت بريجننت، ده اليوترس الجرافيد يوترس، وهنا الترانسبلانت كيدني ممكن اليوترس يعمل كومبريشن على اليورتر ويعمل دايليتيشن في السيستم، فهنا طبعا بيبقى الـ 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 عشان ما نعرضهاش للراديشن. ده مثال برضو للتي 2 ام ار يوروجرافي زائد الكونفنشنال سيكونسز اللي بنقول عليها ان انا بحتاج عند الليفل بتاع الاوبستراكشن اعمل كونفنشنال سيكونسز تي 1 وتي 2. ده مثال ستاتيك ام ار يو في بايلاترال هيدرو يوريترو نفروزس واليورتر اللي دايليتد
باين فيه عند الليفل ايه بتاع البلادر او اللور اند، فواقف هنا. فانا بعمل كاتس هنا على الليفل اللي فيه الاوبستراكشن، بلاقي في ماس كبيره في ده الساجيتال تي تو ويتد ايمج، وده الريزيدوال اليومن بتاع البلادر، واللارج تيومر ده هو اللي عامل اوبستراكشن لليورتر. وباين هنا برضو في الاكزيال تي تو ويتد هاي ريزولوشن ايمج، ده اللارج ماس وده الريزيدوال اليومن في البلادر، وده الدايليتد يورترز اوبستراكتد بالايه اللارج بلادر تيوم. يبقى ده مثال. طيب مثال تاني، ده تي 2 ام ار يو زائد الكونتراست ميديوم انجكشن. يعني انا ممكن اكون بعمل ستاتيك ام ار يو والسيستم دايليتد قوي، مش هينفع ان انا اعمل له اكسكريتوري ام ار يوروجرافي. الاكسكريتوري غالبا بيبقى في النورمال كيدني والكيدني اللي فيها مايلد دايليتيشن، لكن لو لقيت مودريت تو ماركت دايليتيشن يبقى انا مش هينفع اعمل اكسكريتوري ام ار يوروجرافي. بس انا هنا بدي جادولينيوم عشان ايه؟ عشان اشخص الاوبستراكتنج ايجنت هنا، يعني ان انا اشوف دي تيومر دي حاجه ثانيه. فهنا عشان الاسسمنت بتاع الكونفنشنال سيكونس ما ينفعش اعمله تي 1 وتي 2 بس، في ساعات بحب احقن جادولينيوم عشان اشوف السبب زي الحاله دي. يعني ده الكور السورس ايمج باين باي لاترال هايدرو نفروزس، وهنا الميب ايمج بقى بتاع الاستاتيك ام ار يو باين ان دي دايليتد وان دي دايليتد، وعند الابر يورتر الاثنين واقفين الليفل. فانا هنا بعمل كاتس على الليفل بتاع الاوبستراكشن وبحن كونتراست، ده الكورونال ايمج وده الايه الاكزيال. ففي حاجه هنا مع الجادولينيوم الانجكتد واخده انهانسمنت، وهنا باينه حوالين الايه الاورطة والانفيرو فينا كيفا في الكورونال. يبقى ده يشخص ايه سبب الاوبستراكشن. لا، اللي ياخد بليك كده باند طويله مش ليمف نود، يعني ما تبقاش ده هو الديفرنشال دياجنوز طبعا بتاع الليمف نود بالذات في الايه في الاكزل ايمج. بس هنا بتبقى انكيزنج الفيزل رازر ذان ديسبليسنج. لا، في الليمف نود غالبا تعمل ديسبليسمنت، يعني توديها، يعني هي لو في النص هنا في الاورطو كيفا هتودي الاورطة البعيد على الناحيه الثانيه، لكن لو الفيزلز في مكانها وانكيزد واخد هنا لونج هايت هنا وباين كانه بليج هنا في الكورونال، يبقى الانهانسنج ده مش ليمف نود، ده ريترو بيرتونيال فايبروز. يبقى ده مثال للريترو بيرتونيال فايبروزس ككوز اوف بايلاترال، وغالبا هيبقى بايلاترال وسيمتريكال. بنلاقي الليفل بتاع الاوبستراكشن الناحيتين واحد نفس الليفل او فرق بسيط بينهم في الليفل بتاع اليوريتريك اوبستراكشن. انا لو استنيت، ما هو انت لو تلاحظ هنا في بتاع تلاقي لسه السيستم مش اوباسيفايد، مش هيبقى فيه اكسكريشن. يعني انا بديه عشان انا اشوف الليجن اللي عامله اوبستراكشن، مش عشان الاكسكريشن، مش عشان الكيدني. لان انا لو عملت ديليد ايمج مش هيبقى او هيبقى فيه بور، مش هيبقى مش هستخدمه ك ك ك ك ام ار يوروجرافي. ك ام ار يوروجرافي مش هيبقى مفيد. ده ريترو بورتوريال فايبروزس الحاله. برضو لو شفنا هنا عيان عنده هيماتوريا وده الاستاتيك، ده الاكزل والكورونال تي 2 ويتد ايمج، هنا نلاقي ايه المفروض الـ هنا البلفيكال سيل سيستم هنا المفروض يبان برايت لانه فلويد. ففي هنا جزء من الكيلكس هنا باين ده النورمال، وبعد كده في حاجه اقل في هايبو او فيها انترميديت دنس، في جزء هايبو وجزء انترميديت. وهنا برضو باين في الكورونال ده السيستم اللي دايليتد اللي هو الكاليسيال جروبس اللي هي فيها دايليتيشن، وده الفيلنج ديفكت اللي باين هايبو انتنس، ده الابنورمال ليجن اللي موجوده جوه في التيتو جوه البلفيكاليسيال سيستم. في الكونتراست بعد الادمنستريشن اوف كونتراست هنا جريدينت ايكو سيكونس باين فيه سوفت تيشو انهانسمنت مايلد انهانسمنت في الليجن، وده الكورونال ايمج. وممكن يكون ده سوفت تيشو ليجن هنا ومعاها هيماتوما في البلفيكال سيل سيستم والعيان كان عنده هيماتوري. فلما بنزل في اللور الكودا الكاتس شويه في البوست كونتراست بنلاقي هنا ده الليفل بتاع اليورتر، بنلاقي اليورتر برضو ايه في سوفت تيشو انهانسمنت زي اللي موجود في البلفيكال سيل سيستم. فده رينال بلفيك وابر يوريتريك تيومر باين هنا في الديفيوجن ويتد
ايمج الكورونا الديفيوجن ويتد ايمج باين ايه ده الريستريكشن بتاع التيومر اللي في الرينال بيلفيس ونازل اكستندنج لايه؟ للابر يورتر اللي هو الجزء اللي في الاجزاء الايمج هنا، يبقى الريستريكتد ديفيوجن ده ماشي مع الكورس بتاع البلفيكال تيومر والابر يوريتريك تيومر. ده مثال برضو لستاتيك ام ار يوروجرافي باين فيه ماركت يوريترال دايليتيشن في الليفت سايد ويوريترال كينك، والجزء اللور بارت بتاع اليورتر فيه فيلنج ديفكت، فده السورس ايمج بتاعه باين ان ده باين ده فلويد وده سوفت تيشو في اليورتر من السورس كورونال ايمج، والساجيتال ايمج برضو باين الديفكت بتاع الايه السوفت تيشو ليجن اللي في اللور يورتر. ده الاكزال ايمج تي تو ويتد، ده الحته من اليورتر اللي هي فيها فلويد وتحتيها السوفت تيشو ماس، وهنا برضو في ليفل تاني اجزل باين الليجن وهي داخله على البلادر السوفت تيشو ليجن. مع الديفيوجن برضو في سيجنيفيكانت ريستريكتد ديفيوجن، فده يورتريك او لور يورتريك ترانزيشنال سيل كارسينوما، ومع الجادولينيوم انجكتد ايه في سيجنيفيكانت انهانسمنت في التيومر ومعاها سيستيك ديجنريشن. يبقى ده البوست كونتراست ايمج اجزاء الايمج للتيومر اللي في اللور يورتر. طيب لو احنا شفنا ده ايه؟ ده ستاتيك ام ار يوروجرافي. طب الراد كيدني اخبارها ايه؟ مش فيجواليز، ده يعني ايه؟ ان هي نورمال، يعني نون فيجواليز كيدني في الام ار في الاستاتيك ام ار يوروجرافي لا يعني ان هي اب نورمال، يعني هي في المفروض ممكن ما تبانش، لان هنا لو هي نورمال والعين ما فيش فيه فلو يعني مش واخد فلويد، يعني احنا بنحاول برضو العين يبقى شارب قبليها او يبقى ما يبقاش دي هيدريتد عشان يبقى السيستم فيه فلويد، لان هو لو فيه فلويد هيبان في الاستاتيك، لو ما فيش فيه فلويد مش هيبان. يعني النون فيجواليزد كيدني لا تعني ان هي ابسنت او ان هي نون فيجواليزد يعني مش موجود. فهنا اللي باينه الدايليتد شويه فيها مايلد دايليتيشن الليفت سايد اب داون تو ذا لور اند يورتر. طب العين ده لو عنده هيماتوريا وانا عملت له ستاتيك يبقى انا ممكن اعمل له ايه؟ احقنه كونتراست واشوف الجزء اللي هو في اللور يورتر على الليفت سايد، في نفس الوقت ممكن بعد مينتس اعمل له اكسكريتوري ام ار يوروجرافي، ده هياكد لي ان دي الرايت سايد نورمال، وان نحكم على انا كده عامل اسسمنت للليفت، فمن الثاني ممكن اعمل اسسمنت للرايت. طيب لا هو انا ممكن في الحالات دي بعمل ايرلي فيز عشان اسس لو في ليجن في الليفت يورتر عشان هي اللي عامله اوبستراكشن، وان فيز ايرلي وفيز ديليت بعد 5 7 مينتس عشان ده الاكسكريتوري فيز، بس هيبقى ده كافي بالنسبه لي. فانا لو شفت الجزء بتاع الليفت يورتر هنا باين ده الدايليت سيك وولد، يعني في ميورال سيكننج في اليورتر في التيتويتد اكزال ايمج، وهنا في الكات ده نلاقي ايه الميورال سيكنس باين ايه مش يونيفورم، لا باين الريجولار او باين ده اليومن بتاع البلادر، وهنا ناحيه من الوول، والوول ده سكند يعني في الريجولاريتي في السكنس، فده يشخص حتى لما بلاقي في سيجنيفيكانت ميورال سكنس حتى لو يونيفورم ممكن يسجست ان ده يوريثيريال تيومر، لو هي الريجولار زي ده يبقى السجيشن اكتر ان هي تيومر. وفي في التي 1 نفس الحكايه موجوده في التي 1 ويتد ايمج، وده تي 1 بعد الكونتراست انجكشن، يعني ده بري تي 1 وده بوست، هو كان المفروض يبقى معمول معاه فات سات عشان يحسن الاي الفات ده لما يقل البرايتنس ده يحسن الفيزيبيليتي بتاع الانهانسنج سوفت تيشو ليجن اللي هنا. فده التيومر في اليورتر اللي عليه الارو سمول تيومر، عامل يعني هنا الميزه ان انا اعمل ديتكشن للسمول تيومر مش لارج ماس زي الحاله اللي قبليها، يعني ده طيب لو في حالات انا بحتاج اعمل ستاتيك زائد دايناميك ام ار وزي ما قلنا كومباينيشن، بمعنى ان ده عيان عنده مايلد مودريت دايليتيشن في السيستم نتيجه ليمفوسيل ودي البلادر، ده في عيان كيدني ترانسبلانت ريسيبيان بيبقى ده كومبليكيشن ليمفوسيل ممكن يضغط على اليورتر يعمل اوبستراكشن او هيدرونفروز. فانا لو عملت ده السورس ايمج وده الايه الميب الماكسيمم انتنسيتي
بروجيكشن بتاع الام ار يوروجرافي، ده الاستاتيك، دول الاثنين الاستاتيك، ده السورس، ده اللي هي المالتي سلايس تكنيك، ده السورس ايمج وده الميب ايمج. طيب انا عشان ااكد بقى ان الليفل بتاع الاوبستراكشن بتاع اليورتر الليمفوسيل هنا مداري، مش هقدر اشوفه في الاستاتيك بصوره كويسه، لما بعمل بقى الاكسكريتوري او دايناميك باين السيستم دايليتد واليورتر ديسبليسد واقف هنا الاوبستراكشن عند الابر يورتر من الضغط بتاع الليمفوسيل، يبقى انا حددت هنا الليفل بتاع الاوبستراكشن. بعض حالات زي هنا ده اكسكريتوري ام ار يوروجرافي واستاتيك ام ار يوروجرافي، باين ان هنا ايه مفيش اكسكريشن اوف كونتراست على الرايت سايد والليفت نورمال. فانا لما بعمل الاستاتيك بيبقى ايه باين ان دي فيها هايدرو نفروزس واليورتر مش اوبوسفايد، يبقى ده اوبستراكشن عند الليفل بتاع البلفي يوريترال جنكشن. يبقى انا عملت اسسمنت للفانكشن بتكنيك اسسمنت للمورفولوجي بالتكنيك الثاني، يبقى انا عملت كومباينيشن هنا مورفولوجيك وفانكشنال اسسمنت. طيب احنا اتكلمنا على الام ار يوروجرافي في الاخر بعد ما نخلص، عشان انا مش حاطط امثله كتير عشان الوقت، هبقى اجاوب لحضرتك على الايه ليه السبب ان احنا ما نستخدمش السنجل شوت في، طالما هي بتاخد وقت اقل في الحالات كلها، هنقوله في الاخر يعني بعد ما نخلص. لو دخلنا على السي تي بقى، لو عشان نتكلم على السي تي يوروجرافي، زي ما احنا عارفين ان مع المالتي ديتكتور رو سي تي بيبقى عندنا مالتيبل شانلز اوف داتا ار اكوايرد سيمالتينيسلي الاونج سيني كوليميتد ايمجز تو بي اوبتيند ثرو ذا انتاير ابدومن ان ا سنجل بريس هولد ديورنج الاكسكريتوري فيز. الانتاير بقى كولكتنج سيستم واليورتر والبلادر كان بي ايمجد ان وان اكوزيشن. هنشوف ده يحصل ازاي. لو ده خدنا مثال الاي في يو، ده البلين فيلم لبيشنت، هنا باين فيه حاجه هنا فيها زياده في السوفت تيشو دنسيتي في اللور بارت اوف ذا بلفس. في بدايه الاي في يو باين ان الرايت يورتر واقف هنا عند الجزء ده، ولسه الليفت مفيش فيها اكسكريشن، في نيفروجرام على الليفت سايد. بعد كده في بعد شويه على اساس بناخد مثلا 1 اور فيلم، ده باين ان ده دايليتد اليورتر اب تو ايه فيلنج ديفكت هنا، وده فيلنج ديفكت وجواه الكونتراست، يبقى ده ايه حاله ايه بايلاترال يوريتروسي. يبقى اللي انا شفته في كذا مالتيبل فيلم اي فيو، ممكن في لو انا عملت سي تي يوروجرافي، يعني لو عملت والعيان فيه كونتراست سكان من الابر بول بتاع الكيدني لغايه البلادر، ممكن اخد نفس الصوره او نفس الداتا هنا، ده الليفت كيدني وده اليوريتروسيل وده الرايت يوريتروسيل، وهنا برضو السيستم هنا مش وصفايد قوي لان انا مصور في الديليت فيز هنا اللي هو عشان الليفت باينه فيه زي هنا. فبعد الفيلم ده لما بصور العيان بقى عشان السي تي يو هيكون الكونتراست قل اللي في الرايت سايد. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على السي تي يوروجرافي اللي هو ايه بيميتيتس الاي في يو في الحاجتين، ان هم في ايونايزنج راديشن وفي انجكشن اوف ايدونيتد كونتراست ميديا. الديفينيشن بتاع السي تي يوروجرافي ايه؟ ده اكوردنج للسي تي يو وركينج جروب بتاع اليوروبيان سوسايتي اوف يوروجينيتال راديولوجي، ان هو دياجنوستيك اكزامينيشن اوبتمايزد فور ايمجينج الكيدنيز واليورترز اند بلادر. ذا تكنيك انفولفز ذا يوز اوف مالتي ديتكتور سي تي، لازم يكون مالتي ديتكتور سي تي، انترافينوس ادمنستريشن اوف كونتراست ميديا اند ايمجينج ان ذا اكسكريتوري فيز، ونعمل الكورونال ريكونستراكشن، ده يدينا الايه السي تي يوروجرافي. طيب دلوقتي الريكومنديشن ان يتقال ايه في اخر الديفينيشن، بدل ما اقول ايمجينج ان ذا اكسكريتوري فيز اقول ايمجينج ات ليست ان ذا اكسكريتوري فيز. معناه ايه؟ الاكسكريتوري فيز ده اساسي، بس يبقى بيستحسن ان يبقى معاه اعمل ايمجينج في ايرلي فيز تاني عشان انا استفيد بالكونتراست الانجكتد اكتر، وفي نفس الوقت اللي انا بعمل سكان في فيز قبل الاكسكريتوري فيز ده بعمله عشان يديني معلومه، يعني في بعض حالات حسب الحاله بحيث انا استفيد اكتر، وزي ما هنشوف الامثله. بالظبط، وانا يبقى انا هو اوريدي اتحقن مره واحده الكونتراست، بس انا صورته في تو فيزز، وزي العيان ده مثلا، ده عيان اي في يو في ليفت بلفي يوريترال جنكشن اوبستراكشن،
وده السيتيروجرافي بتاعه بتاع نفس البيشنت. طب نفس الداتا هي واحده يعني كسي تي يو، يعني المورفولوجي هنا ما اختلفش عن الاي فيو. طب انا ممكن كنت استفيد لو انا صورته ايرلي. ممكن. ليه؟ لان العيانين اللي عندهم بلفيوتر جانكشن اوبستراكشن في المانجمنت بتاعهم ان هو يتعمل له حاجه اسمها بايلو بلاست، يعني تصليح للرينال بلفز. فهو لو اكوردنج في حالات بيبقى فيها كروسنج فيزل بيعدي عند البلفيوتورال ريجن، ده لو في كروسنج فيزل ما ينفعش يتعمل له اندوسكوبيك او اندو يورولوجيك تكنيك، لازم يبقى اوبن. لو ما فيش كروسنج فيزل ممكن يعمل اندوسكوبيك. فدي الميزه. فاحنا لو عملنا الايرلي في نفس العيان متصور في الايرلي فيز، ده الكورتيكوم دالاري فيز، ده الداليتد رينال بلفس، بنلاقي فيه فيزل هنا ماشي جنب الرينال بلفس. لما نشوف في الكورونال ريكونستراكشن كورونال اوبليك ايمج نلاقي فيه كروسنج فين عند الارتري وفين عند البلفي يوريترال جانكشن، يبقى ده هيبقى كونترا انديكيشن ان هو يعمل اندو بايلوتومي او اندوسكوبيك، عايز اوبن سيرجي. يبقى انا استفدت هنا. طيب الكونسبت بقى بتاع السي تي يو زي ما قلنا على الاي في على الام ار يوروجراف قبل كده اتراكتيف. ليه؟ لان هنا الرينال بارينكما والبلفيكالسيال سيستم بالنسبه للكيدني، وبعدين اليورتر والبلادر والبري رينال فات او بري رينال اريا والبري يوريتريك اريا كان بي ايفالويتد وذ ا سنجل اكزامينيشن. يبقى ده هيديني ميزات في الاسسمنت ده مش هقدر يعني تو بي ديبكتد في الانترافينوس يوروجرام. يعني ده مثال لسي تي يوروجرافي باين فيه هنا ليجن فيه بين الابر بول والميد زون اوف ذا رايت كيدني، والاوتلاين بتاع البوست كيدنيز واضح. لو شفنا فيلم على الجزء ده الرايت كيدني بنلاقي فيه حاجه هنا هايبودنس ومعاه رينال سيست ومعاها افكشن او انكروجمنت على الانفانديبولوم بتاع الابر كاليسيال جروب. يبقى انا هنا شفت لو انا عامل انترافينوس يوروجرام هيبان الديفكت ده اللي في الابر كيليكس، ومش هقدر اعرف ايه الليجن الاندرلاينج، لكن هنا بقدر اشوف الاثنين البرينكيمال ليجن والبلفيكاليسيال ليجن. هنا برضو مثال اليورترز هنا باينين بايلاترالي في السي تي يوروجرافي، والمورفولوجي بتاع الكاليسز في حاله فيها الريجولار ايه سكارد اوتلاين في الليفت كيدني، ده مع الحالات اللي بيبقى فيها كرونيك بايلونفرايتس. فالمورفولوجي هنا بتاع الكيدني واليورتر واضح عن ما انا اشوف الانترافينوس يوروجرام. ممكن السبيسيفيكيشن بتاع اليورتر والبيري يوريترال اريا، وهنا شايفين الصوص مصل، لو في اي ريتروبورتينال باثولوجي افكتنج اليورتر هقدر اشوفه اوضح من الاي فيو. زائد ان انا ايه بقدر اعمل ريكونستراكشن للداتا اللي انا خدتها في يعني انا اخدت 1 سكان في الاكسكريتوري فيز، وبعمل ريكونستراكشن بقى هنا مثلا كورونال على الجزء اللي تحت بتاع البلادر، كورونال على الابر تراكت، ساجيتال اوبليك على اللور يورتر وهو او كورونال اوبليك لليورتر والبلادر. لو انا عايز اخد الداتا دي للعيان بالاي في يو باخد كل بوزيشن واعمل اكسبوجر، يعني هنا رايت اوبليك ليفت اوبليك، وبصور في كل اوبليك عشان اخد الداتا دي. فانا هنا عشان اخد كل، ولو انا عايز اعمل له لاترال فيو في الاي في يو اللي هي متوازي الساجيتال في الريكونستراكتد سي تي ايمج هصوره وهو نايم برضه لاترال واخد صوره لاترال فيو. يبقى انا في كل فيو بعمل اكسبوجر للعيان، لكن هنا بصوره مره واحده وبعمل ريكونستراكشن لكل. زائد في الحاجات اللي فيها كومبلكس اناتومي زي ما قلنا اللوب بعد السيستكتومي والدايفرجن، بيبقى هنا مثلا في اليا لوب والبلادر اليورترز داخلين فيه، فانا اقدر اشوف الانتستينال بارت اللي هو عامل الاليا ريكونستراكشن، واليورترز وهي داخله فيه حسب نوع العمليه اللي معموله بصوره في ريكونستراكشن اسهل من انا اشوفها بالانترافينوس يوروجرام. زائد ان ايه مفيش بوزيتيف كونتراست ميديا بيتاخد يعني فور باول ماركينج، يعني في السي تي يوروجرافي مش ريكومندد ان العيان ياخد جاستروجرافين او اي نوع من الاورال بوزيتيف اورال كونتراست، لان هنا هيغطي او هيعمل ديجريديشن للفيجواليزيشن بتاع اليورترز. فهنا بياخد جاست ووتر،
عشان الجاي تي. والووتر بفور السي تي يو بيبقى مفيد لكذا حاجه، ان هو بيبقى ابزوربد وبيعمل دايوريتيك افكت اللي انا برضو بيساعدني في الـ في الـ اه في الـ وبيافويد الديهايدريشن، وبيبقى هنا بدل ما بعمل الاي في يو في عيان ديهايدريتد عشان اشوف كويس الكونسنتريشن بتاع السبعه، هنا بيبقى مش محتاج ديهايدريشن والعيان بيبقى واخد ووتر، وده بيقلل الافكت كنفرو توكسيك افكت بتاع الكونتراست ميديا. لو امثله لليوريتريك ليجن بالسي تي يوروجرافي، بنلاقي هنا في حالات الانفلاميشن اليوريترايتس باين اليوريتر دايليتد، وفي انهانسمنت في الوول، وفي ميورال سيكننج، وفيهم كونتراست انهانسمنت. ده اللاترال وول، وده الايه الميديال وول، وده الانفليمد يوريتر. الاوبستراكشن بنقدر ناسس برضو زي ما احنا عارفين ان السي تي بيديتكت الستون بصرف النظر عن الكومبوزيشن بتاعها، يعني فيرتشوالي اول التايبس اوف ستون كان بي ديتكتد بالسي تي، حتى اللوريك اسيد ستون اللي هي هتبقى ليوسنت في الاكس راي في الاي فيو. ف زائد ان هو يعني هنا في السي تي يو هنا في مالتيبل لور كاليسيال ستون وفنت وباسيفيكيشن هنا للماركت ديليتد سيستم واليورتر، بنقدر في الاوبليك نشوف ان في مالتيبل ستون هنا في اللور يورتر عاملين الاوبستراكشن، ده واحده منهم في الكورونال، يعني بنقدر نحددها. وده برضو حاله فيها ماركت هيدروريترو نفروزس، والليفل بتاع الاوبستراكشن عند اللور يورتر، وفي الريكونستراكتد ايمج باين اللي في ستون هنا قافله اليورتر. في النون كالكولار يوريتريك اوبستراكشن برضو بنقدر نشوف في نفس الوقت الدايليتد يوريتر بايلاترالي، وفي سوفت تيشو ماس عامله اوبستراكشن وعامله ديسبليسمنت انفيرور ديسبليسمنت للبلادر، والسوفت تيشو ماس هنا باينه ان هي في الماكسيمم انتنسيف بروجكشن ايمج هنا باينه ان هي فيها كالسيفيكيشن. ده مثال برضو يبين قيمه ان انا في السي تي يوروجرافي ابص على الايه النون كونتراست ايمج. يعني في ناس بتحب في سواء هنا في السي تي او في الرينال ايمجنج العادي اللي هو لاي سبب تاني انها يبتدي يعمل بوست كونتراست على طول، ده طبعا مش مفروض، يعني مش مفروض الا اللي هو بقى يقدر يعمل بالاجهزه اللي فيها دول انرجي سيستم ان هو يعمل سب، يعني يشيل الايودين من البوست كونتراست ويدي فيرتشوال نون كونتراست، دي قصه تانية. لكن انا بتكلم على اللي انا الشغل العادي ان مهم او ده اساسي ان انا اعمل نون كونتراست سكان الاول زي ما قلنا في الرينال ماسز قبل كده، ان يبقى ده بيبين لي بيز لاين ان انا اشوف الانهانسمنت بعد كده، ولو في نفس الوقت لو في كالسيفيكيشن هقول ان دي كالسيفايد ليجن. طب بيبقى مهم ايه الكالسيفيكيشن في الرينال ماسز؟ لو بسرعه عشان ما نزهقش من السي تي يوروجرافي، ان انا لو انا بفرق انجو مالابوما، طبعا انجو مالابوما اللي فيها اباندنت اماونت اوف فات خلاص ما فيش فيها مشكله، لان انا بتكلم على اللو فات كونتيننج انجو مالابوما. لو انا عايز افرقها بالرينال سيل كارسينوما او المالجننت تيومر، ممكن الكالسيفيكيشن يبقى مهم. ايوه يبقى مهم جدا، لانه ايه يحصل في الانجو مالابوما اكتر من الرينال سيل كارسينوما. هو ما يحصلش في الانجو مالابوما. يعني ده اكسكلود انجو مالابوما لو فيها كالسيفيكيشن، يبقى دي مش انجو مالابوما، انا افكر في فيرينال سيل كارسينوما. فهنا نفس الفكره برضو، ده سي تي يوروجرافي لعيان عنده مالتيبل ليجن في اليوريتر في الليفت يوريتر. هنا الاكزيال ايمج باين الاروز بت بوينت لمالتيبل ليجن انتيرير، وهنا على الميديال اسبكت وبوستيرير، وفي الريكونستراكشن في مالتيبل فيلينج ديفكت في اليورتر، وواحده منهم هنا فيها ايه دنس فوكس هنا في. طيب ده انا بشك مالتيبل يوريتريك تيومر، يبقى حاجه من فيلينج ديفكت، يبقى اما ده يوريسيليال تيومر في اليورتر بيبقى مالتي سنتريك ممكن عادي زي ما قلنا، او ان هي تكون حاجه بناين زي اليوريتريتس سيستك. طيب انا لو عملت بقى الفيلم البري كونتراست شفته هنا في اليورتر الثاني، في برضه كالسيفيك فوكس هنا في الانتيرور وول، واللي هنا في الليفت حاجات في الانتيرور وحاجات في البوستيرور.
طيب هي لو ستون هتبقى متعلقه في الانتيريور وول، انتيريور تبقى دي مش ستون. يبقى هي فيها الفيلنج ديفكت دي، كل واحده منهم او اغلبهم فيهم كالسيفايد فوكس، يبقى دي ماشيه مع يوريتريتس سيستيكا كالسينوزس، يعني ده نوع من اليوريتريتس سيستيكا بيحصل كالسيفيكيشن في السيستيك ليجن نفسها بتاع اليوريتريتس سيستيكا. يبقى انا اكدت كده ان هي بناين ليجن. في التروما لما يبقى في سي تي روجراف العيان عنده التروما، هنا في ايه؟ هايبر دنس. ده هل ده رينال بلفس كبير؟ هل ده ليك اوف كونتراست؟ هل اللي هو ليك خارج من الرينال بلفس او من اليورتر؟ بنقدر نشوف بقى بقيه الايمج ونعمل اسسمنت. في الاجزا الايمج باين ان هو ايه؟ بوستيريور للابر يورتر او عند البلفي يوريترال جانكشن. في الريكونستراكتد ايمج باين ان هو عامل ديسبليسمنت للكدني، لارج سبتيتد او مالتي لوكولار سيستيك ستراكشر هنا هايبودنس، وده الرينال بلفس وفي مسافه بينهم فات، وبعدين الكوليكشن هنا، وده برضو بوستيريور اكزال ايمج. ده الاوباسفايد بقى في الديليد، ده في النفروجرافيك فيز وده في الاكسكريتور فيز. ده الرينال بلفس وده الايه؟ الكوليكشن. طيب ده مهم ان انا استنى واخد له ديليد فيز تاني او اغير البوزيشن؟ مهم ان انا اشوف في يورين داخل فيه ولا هو مش يورين، مش يورينوما، يعني هل هو بقى ليمفوسيل او سيرس فلويد او كده او ليمف فلويد ولا هو يورين. في الديليد ومع تغيير البوزيشن بان ان في كونتراست داخل في الكوليكشن، يبقى ده يورين ليك. وباين هنا في الديليد ان في كونتراست دخل هنا وهو بلول البلفس، يبقى ده ابر يوريتريك انجري وحصل فيه يورينوما. وهنا مع الوقت حطينا له تيوب وهي في نفس السيتنج، يعني بعد السي تي، وده الشادو بتاع الدريننج تيوب، وده الايه السيستم بقى حتى دي كومبريسد رينال بلفس شويه مع الكومبريشن بتاع اليورين، عامل كومبريشن وستيزس في الاول، فلما ابتدي يبقى دريند. وهنا الكونتراست باين اكتر في اليورين كوليكشن. المالتي سنتريك ترانزيشنال سيل كارسينوما زي ما قلنا قبل كده، هنا في الكورونا النون كونتراست سي تي باين هنا في ريلاتيف هايبر دنسيتي في السوبيريور بارت اوف ذا رايت رينال بلفس. لما نشوف البوست كونتراست هنا في انهانسمنت في الليجن اللي كانت باينه في البري، ده النفروجرافيك فيز، وده الاكسكريتوري فيز باين في ديفكت هنا في البلفس بتاع التيومر، ومعاه سمول فيلنج ديفكت فين؟ في الابر يورتر. وده ماجنيفايد فيلم اهو باين الرينال بلفيك تيومر مع الايه؟ اليورتريك تيومر. انا قدرت اشوف اليورتريك تيومر مع البلفيك الاسيال سيستم في السي تي روجر. طيب ده عيان عنده نو اكسكريشن اوف كونتراست ميديا على الايه؟ على الرايت سايد. ده في الايرلي فيز، وفي الاكسكريتوري فيز هنا برضو ما فيش اكسكريشن. طيب انا لو في الاي في يو هيبقى نون فيجواليزد كدني على ناحيه، او اقول ان نو اكسكريشن اوف كونتراست على الرايت سايد. العيان ده اتحقن وبنت نون سكريتنج كدني، هل ممكن انا استفيد من الصبغه دي واشوف السبب؟ ممكن. لان انا لازم في الحالات دي لو اليورتر باين اتابعه واشوف الليفل بتاع الاوبستراكشن فين، يعني انا لازم اوصل للليفل اوف اوبستراكشن. طيب ده الريكونستراكتد ايمج للنورمال يورتر الناحيه الليفت، وده اليورتر الدايليتد بتاع الناحيه الرايت. لما نمشي معاه هنا نلاقي فيه سوفت تيشو انهانسمنت هنا، فده يوريسيليال تيومر في اللور يورتر هو اللي عامل الاوبستراكشن. يبقى انا قدرت من السي تي اقول ان ده يوريتريك تيومر وهيعمل نفرو يوريتريك. ده مثال تاني اليوريتريك ترانزيشنال سيل كارسينوما، هنا سوفت تيشو سوفت تيشو ماس، واليورتر اللي تحتيها فيجواليزد، والبروكسيمال للماس فيجواليزد. طبعا هو هيبقى فيجواليزد لان لو الماس هي مش عامله كومبليت اوبستراكشن اليورتر، في ممكن كونتراست يعدي جنب الماس ويعمل اوباسيفيكيشن لليورتر، حتى البلادر فيها كونتراست ميديا. يبقى احنا خلصنا كده اليورترز. لو اتكلمنا بقى على اليوريثرا برضو مختصرينها شويه عشان يبقى في وقت ان احنا نقولها.
طبعا احنا عارفين بالنسبه للاناتوم ان اليوريثرا بيكستند من الايه، من البلادر نيك لغايه الايه الاكسترنال يوريثرال ميتس. فده الهول بنقسمه زي ما احنا عارفين، البوستيريور يوريثرا اللي هو البروستاتيك يوريثرا والممبرنس يوريثرا، وبعد كده البلبس يوريثرا، وده عند البينوس كروتال جانكشن بيبقى ايه البنايل يوريثرا. دي الاجزاء بتاعتهم والحاجات اللي هي الاطوال بتاع كل جزء. وان مثلا في الممبرنس يوريثرا في حاجه اسمها الكوبرز جلاندز بتفتح فيه، في البروستاتيك بيبقى فيه البروستاتيك برضو جلاندز والاجاكولاتري داكت، يعني البروستاتيك داكت بتاع البروستاتيك جلاند والاجاكولاتري داكت بتيجي في اليوريثرا، تفتح في اليوريثرا في الحته دي. والفيرو مونتانم بيبقى على البوستيرور وول بتاع البروستاتيك يوريثرا، وفي حاجه اسمها البروستاتيك يوتريك. يعني ده الاجزاء بتاعتهم اللي هي ممكن بتسيجنفاي بعض ديزيز هنشوفها بعد كده. التكنيكس اللي احنا بنأسس بيه اليوريثرا، احنا طبعا هيبقى المين توك على الميل يوريثرا اللي احنا قلناها في الاناتومي اللي فات، وبرده نفس الباثولوجي، وفي الاخر ممكن بعض حاجات تبقى سبيسيفيك في الفيميل يوريثرا هنقولها في الاخر. فبنعمل ريتروجريد يوريثروجرافي، ده الكونفنشنال يعني تكنيك، او فويدنج سيستو يوريثروجرافي، البلادر تبقى مليانه والعاني فويد، او في حاجه اسمها كومبايند ريتروجريد اند اسندنج سيستو يوريثروجرام، يعني بنبقى الاثنين مع بعض بيفويد والبلادر مليانه وبنحقن من اليوريثرا من تحت عشان نعمل كومبايند تكنيك. بعد كده في سونو يوريثروجرافي بالالترا ساوند، ام ار يوريثروجرافي، مالتي ديتكتور سي تي يوريثروجرافي. ده الريتروجريد يوريثروجرافي التكنيك بتاعه، طبعا هو ده البيست انيشال ستادي في اليوريثرا الايمجينج، واللي بيبقى العيان بيكون الصباين اوبليك 45 درجه اوبليك، والناحيه اللي بتبقى اوبليك بنعمل اكستنشن للبينس على الساي، وده عشان نفرد الجزء بتاع البلبس يوريثرا ما يبقاش مغطي على بقيه الاجزاء بتاعه البوستيريور يوريثرا. وبنحقن من 20 ل 30 مل، والايدونيتد كونتراست بتبقى ثرو الاكسترنال ميتس اندر فلوروسكوبيك كنترول. طيب احنا بنحقن في الاكسترنال ميتس عن طريق ايه؟ يا اما في حاجه اسمها بنايل كلامب، يعني دايركت بنحقن بالسيرنج والكلامب عشان ما يحصلش ليك بره اليورتر. والافضل من كده يعني الايدل ان احنا نعمله ايه في اليوريثروجرام، نبقى سمول فولي كاستر، بنحط الكاستر بحيث يبقى البالونه بتاعتها في الفوسه نافيكولاريس. الفوسه نافيكولاريس ده بيبقى جزء دليت شويه في اليوريثرا قبل الاكسترنال ميتس. وبنعمل من نحن 2 مللي 1 تو 2 مللي لتر سلاين، نعمل بيه انفليشن للبالونه زي طريقه التركيب بس بكميه قليله، وهي تبقى كده فيكسد في الفوسه نافيكولاريس. ونحقن بقى كونتراست من التيوب من الفولي كاستر بحيث يبقى انا بعيد شويه عن برضو الاريا بتاع الاكسبوجر بتاع الراديشن، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه ليك كونتراست حوالين الحقن يعمل الصوره يبقى فيها ليكج يعني اوف كونتراست. دي صوره للريتروجريد يوريثروجرافي، ودي للفويدنج سيستو يوريثروجرافي. بنشوف هنا الاجزاء، هنا ان المفروض هنا في دي الفوسه نافيكولاريس، وانا لما بحقن كده ده الحته اللي بيبقى فيها انجل، دي البينوس كروتال جانكشن، يبقى الجزء ده البينايل يوريثرا. بعد البينوس كروتال جانكشن بيبقى الجزء اللي هو بيبقى الوايدست بارت ده الايه بلبس يوريثرا، يبقى الاثنين دول مع بعض دول الانتيريور يوريثرا. بعد كده في جزئين تانيين بيمثلوا البوستيريور يوريثرا، اللي هو الجزء الصغير ده الممبرنس يوريثرا اللي عليه بيبقى اللي هو اليوروجينتال دافراج حواليه، وبعد كده الجزء ده البروستاتيك يوريثرا والديفكت ده بتاع الفيرو مونتانا اللي هو اللي عليه البلاك ارو، واللي هنا البلادر نيك البي ان دي بتبقى اختصار البلادر نيك. في الاسندنج يوريثروجرام المفروض البلادر نيك هنا مقفوله كلوزد، في الميكتوريتنج بيحصل عكس، البلادر نيك بتتفتح اللي هي دي، وده البروستاتيك يوريثرا وده الديفكت بتاع الفيرو مونتانا، وده الممبرنس يوريثرا والبلبس يوريثرا. وطبعا بيخرج بقى من البنايل يوريثرا، مش هيبان دايليتد لان اليورين هنا بيطلع منه لبره، فيبقى ده اقل في الديامتر من بقيه الاجزاء. في الميكتوريتنج او الفويدنج سيستوجرام ده النورمال استراكشر اثناء الريتروجريد يوريثروجرافي والفويدنج سيستوجرافي.
هو في الريتو جريد الجلوبال المفروض تبان معانا ولا؟ لو في اليورتر في النورمال هي هتملى حسب انت بتحن قد ايه. لو هتحن اكتر من 20 مللي هيبتدي ده طبعا هيبقى هيخش عادي في المفروض في فري فلو. يعني لما بحن ايه الساين ان هي نورمال ان في فري فلو مفيش ريزيستنس، وبعد كده هتبتدي البلادر وانا بحن اندر فلوروسكوب هتبتدي البلادر تبان مفيش مشكله ان الكونتراست هيخش البلادر. لكن في الاب نورمال لو في ستريكشر او حاجه غالبا مش هيبان ال وطبعا مفيش ريزيستنس. ولما يكون في ريزيستنس انا ما احاولش احن اجينست الريزيستنس ممكن ده يعمل مشاكل غير الرابشر، ممكن يعني حتى يعمل يوريثرو فينوس فيلينج، يوريثرو يفتح الدكتس. هنشوف امثله يروح الكونتراست في البروستاتيك دكت او في الكوبرز جلاند او في السونوستروجرافي. ده بيبقى بنستخدم فيه هاي فريكونسي بروب اللي هو السمول بارتس 7.5 ميجا هرتز بروب او اكتر، والانتيريور ريستر طبعا بيبقى ايزلي سكاند من الفنترال. البروب هنا بنحطه على الفنترال اسبكت بتاع البينس وبنشوف اليوريثرا. وطبعا بيبقى ميزه الالترا ساوند ان هو ما فيش ايونايزنج راديشن، وبيشوف اليومن نفسه بتاع اليوريثرا زي هنا بيبان اليوريثرا عشان الفلويد اللي فيه كانوكويك تيوبلر ستراكشر باوندد بايسن هايبر ايكوجينيك ريم اللي هو النور. ده الجزء اللي فيه ستراكشر اللي هو ممكن يبان هنا في الاسندنج. بنقدر هنا في الاسندنج يوريثروجرام نشوف ان في ناروينج بس، لكن في الالترا ساوند بقدر اشوف البري يوريثرال تيشو لو في تيومر لو في ابسس او حاجه هقدر اشوفها بالالترا ساوند. طبعا ان عشان نعمل فيلنج هنا بنحتاج يا اما نبقى حقنين برضو صلاين دريب اثناء الالترا ساوند سكان، او نحط جيل جوه اليوريثرا على اساس هو اللي يعمل اليومن ويبان ما يبقاش كومبريسد يعني، ويبان ان هو سوني لوسنت اليوريثرا. الام ار يوريثروجرافي طبعا بيبقى ايفالويتد اليوريثرا هنا مثلا في الاكزال كات بنقدر نشوف البروستاتيك يوريثرا، وهنا البروستيت والارو هنا على البروستاتيك يوريثرا. تحت شويه بيبقى فيه ايه البلبس يوريثرا زي حسب الاكزال كات اللي انا واخد فيه الـ وفي الاحسن وضع بيبقى المفروض اللي هو السجيتال تيتويتد ايمج. يعني هنا باين في السجيتال ايمج ان 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 ده البروستاتيك يوريثرا وده الممبرنس يوريثرا وده الايه البلبس يوريثرا. بعد كده البنايل يوريثرا مش واضح لانه ممكن ما يجيش كله في نفس السجيتال في السجيتال بلين يعني اللي انا مصور فيه الام ار. لو قارنا الكونفنشنال ام ار يوريثروجرافي بنلاقي نفس الاجزاء باينه في الام ار يوريثروجرام. ده بيبقى بنحن فيه هنا جل بيبقى ميزته عن ان انا احن كونتينوس فلول سلاين ان انا هيبقى اسهل لي ان انا احن جل عشان بيفضل بيستي فتره اطول بدون ما يحتاج ان انا في الفلويد الثاني بحتاج ان انا اعمل كونتينوس فيلنج. وبيبان برضو هايبر انتنس بصوره كافيه ويخش ممكن البلادر برضو. لو شفنا حاله اللي فاتت نورمال دي حاله فيها ستريكشر، ده الاستريكشر في الاسندنج ريستروجرام، وهنا في الام ار يوريثروجرام نفس البيشنت. فهنا الميزه زي ما قلنا في الالترا ساوند ان انا بقدر اسس البري يوريثرال تيشو واقدر اعرف السبب بتاع الاستركشر ده ايه. هل هو بناين كوز، هل هو مالجنت، هل هو كوليكشن، هل هو انفلاماتوري او ابسس كافيتي. في حاجه برضو المالتي ديتكتور سي تي يوريثروجرافي، هنا بنستخدم السي تي ده مقارنة بحالة عاملة ascending يوريثرو conventional يوريثروجرام. السي تي يوريثروجرافي هنا يا اما املى البلادر بكاستر والعيان يعمل ميكتوريشن واصوره بالسي تي اثناء الميكتوريشن، او ان البلادر تكون مليانة اصلا من انترافينوس انجكتد كونتراست لو العيان عامل استادي للكيدني او الابدومن بالكونتراست، وبعد البلادر ما تتملى اخليه ميكتوريت ويبقى طبعا في بنعمل حاجه تكولكت اليورين على اساس ما يعملش كونتامينيشن للتيبل ونصوره اثناء الميكتوريشن.
الصور دي يعني هي دي بتحتاج طبعا عشان الاكسبوجر بتاع الجونادز ان نغطي التستس نعملها بتستيكولر شيلد يبقى محطوط حواليها عشان ايه ما تتعرضش للراديشن. ده من الدكتور سامح حنا في قصر العين اللي كانوا عاملين مجموعه حالات على السي تي ريستروجرافي، فهو بيتعامل برضو نفس الحكايه زي الساجيتال ام ار ده الريكونستراكشن، وممكن في الميب ايمج هنا يتقاس اللينس بتاع الاستركشر ونحدد الديامتر برضو الديامتر بتاع النورمال يوريثرا، وفي حاجه زي الفيزلز فيو اللي بتتعمل للبلاد فيزلز تحسب الديامتر لوس زي الاستينوزيس اللي بتاع نفس السوفت وير ان انا يشوف الديامتر لوس كام قد ايه من ال، وده برضو نفس المالتي ديتكتور سي تي روجرافي بال 3 دايمنشنال ريكونستراكشن يشوف مع البلادر ومع الاكسترنال ميتس. الانواع الباثولوجي اللي في اليوريثرا الموست كومن كوز اوف يوريثرا الاوبستراكشن هو البوستيريور يوريثرا الفالف، في نوع من الفالف بيجي في البوستيريور يوريثرا وفي الانفنت والبيدياتريك، ده ممكن يبقى يعمل ماركت هيدرونفروز ايفن يوصل لرينال فيلير قبل ما انت تعرف ان الكونديشن ان الطفل ده عنده بوستيريور يوريثرا الفالف. ليه؟ لان بيحصل اوبستراكشن وابتدي البريشر في البلادر يزيد، يحصل هاي بريشر ريفلكس في زيكوريترا ريفلكس يوصل للكيدني يبتدي يعمل ريفلكس نفروباسي ويخش في رينال امبيرمنت. لو شفنا احنا هنا مثال برضو للاسندنج ريستروجرام، هنا البلادر فيها تروبيكيليشن وبايلاترال ريفلكس لليورتر والكيدني. البوستيريور ريسترال فالف هنا انواع منه مختلفه، هنا لو نلاحظ في كاستر داخله في اليوريثرا للبلادر وبعدين بنملى البلادر ونعمل ميكتوريشن اللي هو بيتقال عليه بيري كاستر ميكتوريتنج سيست يوريثروجرام، بيري كاستر يعني الكاستر موجوده والعيان بيمكتوريت حوالين الاسطر، فبملى البلادر بالكاستر واسيب الكاستر والعيان يمكتوريت. فالطفل هنا على اساس لو حبيت ازود افضي اعمل حاجه ما اعملش مانيبيوليشن ثاني، يبقى انا بسيب الفاين كاستر واعمل ميكتوريشن اللي هو بيتقال عليه بيري كاستر ميكتوريتنج سيستوريستروجرام. ليه لازم ميكتوريتنج؟ لان انا لو عملت ريتروجريد ريستروجرام مش هيشخص البوستيريوسترال فالف، هيتفتح الفالف اجينست الفلو بتاع الكونتراست ويبان كانه نورمال. فهو في اخر النوت هنا موجوده ان الريتروجريد ريستروجرام از نوت ابروبريت فور ديتكتنج ذيس فالف، زي تند تو بي افكتد اجينست الريسترال وول اند ذا اوبستراكشن از نوت ديتكتد. فبالتالي هو الدايجنوزس لازم يكون بميكتوريتنج راذر ذان ريتروجريد ريستروجرام. لو شفنا بقى الاستركشر يوريثرا، الاستركشر ده او في اغلب الحالات دي بيبقى ممكن البيرنتس يلاحظوا ان في ديفيكالت ميكتوريشن او انتربتد ستريم ما بيتبولش بصوره طبيعيه، ده اول حاجه. بعد كده لو هو بدا يكون في ريفلكس لو عمل الترا ساوند بيبان ان في دايلاتيشن في الكيدنس بايلاترال، فاول ما يبقى في بايلاترال دايلاتيشن انا لازم اكسكلود البوستيريور فالف، بعد كده اكسكلود ان ميجا يورتر او حاجه على مستوى اللور يورتر، يعني يكون هو يورتريك اوبستراكشن مش يوريثرال اوبستراكشن هو اللي عامل البايلاترال افكت على الكيد. لو اتكلمنا بعد كده على اليوريثرا الاستركشر يوريثرا ده بيريفيرز للفايبرس سكار في اليوريثرا بسبب بتاعه الكولاجين اند فايبر بلاست بروليفريشن. لما بيبقى في اسوشيتد سكار في الكوربس سبونجيوزم بتاعت البينس بنقول عليه سبونجيو فايبروزس، يبقى يوريثرال ستركشر مع كوربس سبونجيوزم فايبروزس بنقول عليه سبونجيو فايبروزس. طبعا في الجونوكوكال انفكشن كان قبل كده زمان يعني كومن عن دلوقتي طبعا ان في بيبقى كاركترستيك لونج سيجمنت ريجولار ستركشر، وممكن يحصل بري يوريثرال ابسس كسيكولي من الجونوكوكال انفكشن، زي هنا مثلا بتلاقي في لونج سيجمنت ستركشر وفتحه كافيتي كونتراست بيخرج في الابسس كافيتي اللي حوالين هنا برضو في الريتروجريد بيبان الديفكت هنا الستركشر وممكن يملى برضو جلانز، وهنا برضو الريجولار ستركشر
عند البالبو ميمبرنس جانكشن. لو شفنا امثله للستركشر حسب السايت هنا بروكسيمال بالبر يوريثرا ستركشر، يعني معناها ستركشر عند البروكسيمال بارت بتاع البالبر يوريثرا. البروكسيمال بارت هنا بيبقى ايه اللي هو ناحيه ايه المفروض؟ ناحيه الممبرين، ناحيه البلادر، ناحيه البروستاتيك والممبرنس يوريثرا. يعني بنبتدي كل ده البروكسيمال بارت، وبعد كده ناحيه البنايل يوريثرا ده الديستال بارت. فاحنا لو نلاحظ هنا نلاقي ايه؟ هو المفروض ال ده الكون بالسي بي دي بتريفيرد للكون بالبس يوريثرا. الكون بيبقى اوله كون شيبد كده يعني شبه الكون، وبعدين هنا الممبرنس يوريثرا الجزء اللي بيبقى ناره الصغير ده، وده الفيرو مونتانم، وده البروستاتيك ايه يوريثرا. والبروستات هنا عامله الفيشن للبلادر بيز اب. ده مفروض البنايل يوريثرا، وهنا الاستركشر في البلبس يوريثرا. ده هاي ديجري يعني الاستركشر هنا اكتر من اللي فات في البلبس يوريثرا برضو. وهنا بيبقى ده اللي زي اللي بنقول عليه اللي هو الكوبر داكت اللي هي السي دي، ده اختصار الكوبرز داكت، تبقى فيلنج يحصل لها فيلنج مع الانجكشن اوف كونتراست. وهنا الايه البلادر نيك، بديل الاجزاء اللي باينه في برضو ده كروس سيجنيفيكانت او جروس اب نورمال كون بلبس يوريثرال ستريكشر. يعني هنا الكون شيبد بتاع البلبس يوريثرا بقى الريجولار وسكارد، مش النورمال شيب اللي كنا شايفينه في اول ميكتوريتنج او اسندنج سيست يوريثروجرام. وهنا برضو مع الانجكشن او الميكتوريشن، هنا ده الميكتوريتنج بيبان هنا دايليتد بروستاتيك يوريثرا عشان الاوبستراكشن اللي ديستال. يعني ده البروستاتيك يوريثرا، ده الممبرنس يوريثرا، وده الجزء اللي فيه ايه الاستركشر في البلبس يوريثرا. وبيملى الداكتس البروستاتيك داكتس والبروستاتيك جلاند هنا في الاسندنج، وهنا برضو في الميكتوريتنج نتيجه ان الكونتراست ما بينزلش مع الكورس نتيجه الاستركشر فبيخش في الداكتس. في العادي مش هيبانوا ما يبانوش في النورمال. البالبو ميمبرنس جانكشن دي كومن سايت برضه الاستركشر بين البالبس يوريثرا والميمبرنس يوريثرا. ودي بتحصل في حاجه بنقول عليها انسترومنت، يعني يكون عامل مثلا منظار او حاجه، فالحته دي بيحصل فيها انجري شويه من المانيبيوليشن او الانسترومنتيشن فيحصل فيها ستريكشن. وممكن تبقى عند البينوس كروتال جنكشن، الحته اللي بيبقى فيها انجل شويه البينوس كروتال جنكشن برضو ممكن يحصل فيها شورت هنا سيجمنت ستريكشر اللي هي الايه الانسترومنت ستريكشر. دول السايتس بتوعها. يعني اللونج سيجمنت ستريكشر ممكن يحصل زي ما قلنا في الجوجل وكوكل ستريكشر، ياخد لونج سيجمنت. وفي الحاجه برضو نقول عليها كاستر ستريكشر، يبقى عن في لونج فور لونج تايم كاستر وما بياخدش اديكوت انتيسيبتيك دراجز، فممكن يحصل ستريكشر لونج سيجمنت. وهنا الفرق بينهم ان الجونوكوكل بيبقى مور ليس ريجولر، بيبقى هنا المارجن رازر يعني مور سموث عن الجونوكوكل ستريكشر. في اليوريثرا الستون دي غالبا بتبقى الستون اللي تيجي في اليوريثرا بتبقى اكسبيلد من البلادر في اغلب الحالات، يعني بتبقى نازله من البلادر ما بتتكونش بدايه في اليوريثرا يعني. وممكن اللي نازله من البلادر دي تبقى لارج، فتبقى يحصل لها لوجمنت فين؟ عند الحته النارود اللي هي الممبرنس يوريثرا اللي هي جزء من البوستيريور يوريثرا. ده الحته اللي بتبان في البلين فيلم زي ما نشوف هنا الستون، وفي اليوريثروجرام بتبان كفيلنج ديفكت. لو هي تتكون برايمري او نيتف ستون في دي بقى غالبا بيبقى في ستريكشر، وهي بتتكون فوق الحته اللي دايليتد اللي هي فوق الاستريكشر، او ان هي تكون في دايفرتيكولوم يوريثرال دايفرتيكولوم ويحصل فيها ستون فورميشن زي ما نشوف هنا. ده الفيلم اللي مبين الستون في البوستيريور يوريثرا هنا، وعشان كده بنقول ان في البلين فيلم لازم يكون الايه السيمفس بيوبس باين في البلين فيلم. في العين اللي عنده ريتنشن
اوف يورين، على اساس لو انا ما جبتش الجزء اللي تحت ده ممكن الستون دي تبقى مست، بالذات العيان اللي عنده ريتنشن. فهنا بيبان الستون هنا في الممبرنس يوريثرا في الريتروجريد يوريثروجرام، وهنا في البلين فيلم. ده بلين فيلم في ستون هنا برضه، وهنا ايه ستون فوق ايه حته دايليتد فوق ستريكشر، يعني هنا ستريكشر في البلبس يوريثرا، والستون اللي في الدايليتد بارت اللي فوقيه اللي دايليتد بارت من الـ من البلبس يوريثرا برضه. دي النوع الثالث يعني اللي فات ده كان ستريكشر وفوق حته دايليتد، ده دايفرتيكولوم. اليوريثرا دايفرتيكولوم هنا في البلين في مالتيبل ستونز وباينين مالتيبل فيلنج ديفكت في لارج يوريثرال دايفرتيكل. اخر حاجه اللي هي اليوريثرال تيومرز، بيبقى هي بنان تيومرز فيري رير، والماليجنت تيومرز برضو بتبقى ليس ذان 1% اوف اول يورولوجيك كانسر بعد الايدج اوف 50 غالبا، وبتبقى ده البرزنتيشن بتاعها ستريكشر بليدنج اوف بالبابل ماس فيستر. اغلبها بيبقى 60% في البلبس او البلبو ميمبرنس بارت، البلبو ميمبرنس يوريثرا، فولود بالبنايل 30% والبروستاتيك 10%، اغلبها سكويمس سيل كارسينوما. ده الستيجنج حسب ان هي كونفايند للسب ابسيليال لير والكونكتيف تيشو، او بتنفيد الكوربس سبونجيوزم والبروستيت والبري يوريثرا المسل. بعد كده الاكتر من كده بقى لما بتطلع للكوربس كافرنوزم والبلادر نيك والبياند البروستاتيك يوريثرا. الاورجانز الثانيه بقى غير اليوروجينيتال اريا ده بيبقى ستيج 4. لو شفنا امثله لها هنا ريتروجريد يوريثروجرام بيبين فوكال ريجولار ناروينج اوف ذا يوريثرا، يبقى فرقها ان يبقى تبقى ريجولار عن الاستركشر العادي البناين، وممكن يبقى فيها حاجه زي لها زي الشولدرنج اللي هو بيحصل في السوفكس. فده في اليوريثروجرام. في الام ار برضو لو هنعمل لها ام ار نلاقي فيه هنا فوكال هايبو انتنس ماس في الكوربس سبونجيوزم في السيجيتال، وفي الاكزل ام ار ايمج بنلاقي الماس هنا في اللارج ار وبيبونت لها في الكوربس سبونجيوزم. واحنا عارفين هنا ان الاثنين دولت اللي عليهم السمول ارز دول ايه الكوربورا كافرنوزا، ده اللي هو لو هي في الكوربس سبونجيوزم زي ما قلنا في الاستيجن ودخلت في الكوربورا كافرنوزا يبقى ده ستيج اعلى من ان هي تبقى كونفايند على لان الكوربس سبونجيوزم ده الجزء اللي بيعدي فيه اليوريثرا البنايل يوريثرا، بيبقى ماشي في الكوربس سبونجيوزم، فلما الماس بتطلع فيه بتنفيد الكوربس سبونجيوزم الاول. ده برضو يوريثرا الكارسينوما كان عيال عامل ريكونستراكتيف سيرجري يوريثرا ستريكشر هنا في اليوريثروجرام ده مكان الريبير هنا بتاع، وبعد 2 ييرز من العمليه بريزنتد بفيستولا، فاتعمل اليوريثروجرام ده باين ان فيه يوريثرو برينيال فيستولا هنا الفيلنج بتاع الفيستولا ستراكت نتيجه يوريثرال كارسينوما. في ممكن البروستاتيك كارسينوما تكستند وتعمل ميتاستاتيك ليجن في اليوريثرا، او ان هنا البلبر يوريثرا ممكن يجي فيه برضو سكوماس سيل كارسينوما، يعني برايمري او سكندري تيومر. لو اتكلمنا على الفيميل يوريثرال تيومر بتبقى نسبة التيومر اكتر 4-1 بالنسبة للفيميل تو ميل، وهي برضو نسبة قليلة 0.01% of all malignancy occurring في الومن، وبرضو فوق ال 50 year، وان بتبقى تتقسم ك anterior urethral cancer او entire urethral cancer، اغلبها برضو زي الميل سكوماس سيل كارسينوما. لو شفنا هنا بيبقى برضو في اليوريثروجرافي زي الفيميل في الريجولار ناروينج في اليوريثرا، وبالسي تي والام ار في سوفت تيشو ماس اوف ذا يوريثرا، زي السي تي ده باين هنا سوفت تيشو انهانسنج ماس في الكورس بتاع اليوريثرا، وهنا برضو في الريكونستراكتد سيجيتال ايمج الكورس بتاع اليوريثرا في الانهانسنج تيوب. هنا برضو فيميل سكوما سيل كارسينوما اوف ذا فيميل يوريثرا،
والفويدنج سيستو يوريثروجرام هنا ده ميكتوريتنج سيستو يوريثروجرام مبين ايه ناروينج في اليوريثرا مع الريجولار ساينس تراكتس. بالنسبه للحاجات البناين اللي في الفيميل يوريثرا منهم الفيميل يوريثرا دايفرتيكولوم ممكن بتبان هنا سموث راوندد كونتراست فيلد اريا انفيرير للبلادر، وبرده هنا في الالتر ساوند بيبقى في الكورس بتاع اليوريثرا هنا اليوريثرا وجنبيه سيستيك اريا اللي هي الدايفرتيكولوم. في الام ار بتبان برضو ده اليوريثرا هنا بيري يوريثرا هايبر انتنس ليجن عشان الفلويد اللي فيها، وفي السيجيتال ريكونستراكشن هنا البلادر وهنا اليوترس وده الكورس بتاع اليوريثرا في الدايفرتيكولوم. الفورتيكولوم دي ممكن عشان الاستيزس وكده والكرونيك انفكشن ويحصل يوريثرال دايفرتيكولار تيومر. هنا بيبقى بقى ايه زي اللي شفناه قبل كده كان سموث فيلنج، هنا في فيلنج ديفكت فيلنج ديفكت جوه الايه الدايفرتيكولوم الفيميل دايفرتيكولوم.